بالاضافه الى ان نشوف في وقت ارتفاع السوق نشوف القيم التداول اكبر، اما في حال انخفاض السوق نشوف عزوف، يعني يمكن عزوف عن التداول مثل ما نشوف، او قيم تداول اقل، فيمكن هذا يكون شيء ايجابي. بس يعني مثل ما نقول نرد ونكرر، يمكن الارتفاع يكون افضل او مبني على اساس افضل اذا كان قيابه الاسهم الكبيره، اسهم قطاع البنوك او اسهم الشركات الخدميه الكبيره واسهم العقاريه الممتازه. اما اذا كان الارتفاعات والمضاربه على اسهم المضاربيه، يمكن 10 اسهم السيوله المتركزه عليها، يمكن هذه العشر اسهم قيمتها السوقيه تمثل يمكن 5% من قيمه السوق ككل، فيمكن المبالغه في الارتفاعات من الاسهم الصغيره يمكن مستقبلا لن يكون جيد على هذه الشركات. يمكن بعض الشركات تستحق هذه الارتفاعات، او بعض الشركات كانت سعرها مظلومه سعريا بالسوق، يمكن والبعض الاخر من الشركات لا اعتقد ان يمكن ارتفاعاتها كبيره ولا تستحق يمكن هذه الاسعار. طب اسمح لي، بس ايضا اسمح لي سيد عبد اللطيف، يعني انت ذكرت بدايه الحديث انه ممكن يكون اللي دفع السوق انها تعود لهي الثقة هو التطورات الأخيرة، منهجية الحكومة والثقة التي تعود، لكن كان دائما في عنا أخبار إيجابية في السوق الكويتي والكل كان متخوف ومحرص على فلوسه وما بده يدخل فيها ويستثمر. شو اللي اختلف اليوم في السوق الكويتي؟ ليش الناس رجعت تعطي ثقتها أكثر؟ وهل فعلا العمليات كلها مضاربية وتخيف المستثمرين؟ طبعا يمكن في 5 أو 4 عوامل أدت إلى زيادة هذه الثقة. أول عامل أكيد من عامل سياسي، ويعني العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة. العوامل الثانية انخفاض العائد على الودائع في البنوك وارتفاع قيم ارتفاع العقار أو الاستثماري والسكني لدرجات يعني كبيرة، فاللي عنده أموال مثل ما نقول انسدت الفرص أمامه، لا من تقريبا عوائد من البنوك أو من الودائع ولا من العقار. فأكيد توجه هذه السيولة مع استقرار الوضع السياسي للبورصة، وشفنا ارتفاعات كبيرة ولاحظنا بعض التقارير أن هناك هجرة من الأموال من الودائع إلى البورصة، فهذا كله نزل بالإيجاب على البورصة. ونحط بعين الاعتبار السوق الكويتي يمكن من الأسواق القليلة العالمية اللي من 2008 ل 2012 لم يحقق أي ارتفاع يذكر. ف 2013 اللي ارتفع الآن مؤشر سعري، يعني يمكن ما نشوف مؤشر سعري قراءة رأي شخصي قراءة صحيحة 100%، يمكن مؤشر سعري مرتفع 39% من بداية السنة أو 38%، ولكن إذا بنشوف ارتفاعات الحقيقية نشوف مؤشر الوزن، مؤشر كويت 50، مؤشر وزن يمكن مرتفع، مؤشر وزن مرتفع يمكن 11%، أما كويت 50 يمكن 9%، وهذا يمثل. شكرا.